البنات مساء النور عليكم ومرحبا بكم. كيف ديما معكم زكريا من مجوهرات غزة عند زكريا. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره اللي كيبيعوا الذهبيه كاع اللي كاين في المغرب واللي كيبيعوا الذهبيه في المغرب. كنديروا التوصيل مجاني في مكتب في المغرب، والا كيكون عندك التوصيل مجاني حتى لباب الدار، والتوصيل اي حاجه خديتي عند مجوهرات غزة الا كتاخذ معاها هديه على الثقه اللي كدير فينا، وزائد التوصيل بالمجان، يعني فقط كتخلص ثمن لاكوموند اللي كتسمع في اللايف. اللي دخلوا جداد مرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين. نتمنى هاد 20 يوم ديال رمضان تكون دازت عندكم مزيان وبخير وعلى خير ان شاء الله. هاد 10 ايام اللي بقات دوز عندكم احسن وبهميزات اخرين عند مجوهرات غزة. ما كرهتش البنات اللي دخلات، مرحبا بكم وبارطاجيو شويه معنا اللايف باش نبداو. كيف ديما راكم عارفين كنوصلوا لواحد العدد وعاد كنبداو اللايف، يعني اللي دخل يبارطاجي اللايف. البارطاج راه فضلا وليس امرا، بارطاجيو في الجروب، طاقيو خوتكم وحبابكم وصحابكم في 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 اللايف، قول لهم اجي تشوفوا عاوتاني شنو جابت مجوهرات غزه اليوم. جابت عاوتاني تشكيله رائعه وباثمنه مناسبه، شويه مخلطه شويه بالبلدي وشويه بالعصري. اللي كيف ديما كتبتكم في الشعار ديال هذا اللايف ديال اليوم غيكون بشعار كلشي يلبس الذهب، اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. واللي دخلات تقول لي باش بغات تبدا لها اللايف ديال اليوم ان شاء الله. غنقرا لي كومونتير ديالكم عاد ندير لكم ليلى. سلام اختي، سلام يا سلام ليلى، تحيه ليك اختي من مراكش. ليلى ان شاء الله نتمنى نعطيك شي حاجه من هاد اللايفات، اللايفات الاخرين ما استفدتيش، فهاد اللايف ان شاء الله تقدر تستفدي. نينا، ريم، زينب، هاجر، سلام، ام فهد، سلام زكريا. ما جيتيش خوات من لويزا 18 الكره؟ لا خوات من ديال لويزا راه عندي واحد في القدام، فهذوك ديال 18 الكره راه مازال عندي، ولكن عندي غير لي كادر، راني ديجا وريتهم لكم في اللايف اللي فات. راه والو خوات ديال لويزا راه ما كاينش، غير باش تعرفوا واحد القضيه، خوات ديال لويزا راه والو. السلام عليكم ورحمه الله، خوات ديال لويزا ما كاينش. يتقبل منا ولكم صالح الاعمال لنا وليك اختي وجميع الامه الاسلاميه متابعي مجوهرات غزه من طنجه للكويره خارج المغرب او داخل المغرب، مرحبا بكم. السلام الخلخال الرقيق موجود. دابا اسمع هذا اللايف نورمالمون كنت غندير لكم واحد اللايف متميز على لي لايفات اللي كاينين كاع في المغرب، يعني كنت بغيت غنخلي لي كومونتير ديالكم وقولوا لي واش تبغيوها ولا لا. لي كومونتير ديالكم داك الشيء اللي كتقولوا لي في الكومونتير هو اللي غندوز لكم. نخلي بدا بالهميزات، لا الهميزات كتبدا كتمشي بحاجه بحاجه، ضروري ان شاء الله ناخذ كل شيء غزال. لي ختك شكرا، واش عندك شي ناس الموجود الخير. المهم سمع، سمعت الاول هو غن في هذا الاول انا غن الحاجه اللي قريبه لي على ما يدخل كل شيء غنبدا بهذا الشيء اللي كاين. غنعطيكم نسيت غنعطيكم تعريف على مجوهره غزه. هاي مجوهره غزه كتواجد في مدينه ازرو، كتواجد في رقم واحد زنقه موسكو احداف ازرو، السويقه ديال احداف ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. كنبيعوا الذهب 18 الكاره اللي كيبيعوه كاع الدايبي في المغرب، كتاخذ معاه التوصيل ديالو الضمان ديال الذهب ديالو والتوصيل حتى لباب الدار بالمجان والهديه معاه. يعني اللي بغى شي حاجه في هاد اللايف غيتواصل معايا في 06 21 24 42. الناس اللي كيصيفطوا لي في 06 35 30 91 37 وما كيلقاوش الاجوبه كنعتذر منهم بزاف، راه هاد النمره وما عندناش وما كنلقاوش الكافي باش نجاوبوا كلشي. ومرحبا بجميع، كنديروا الاصلاح ديال الذهب، كنديروا تشلال اي حاجه بريباراسيون ديال الذهب كتكون. نقرا اول كومنتير، قالت لي الاخت خاتم ديال لويزا، ركزوا معايا. اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومنتير، اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومنتير باش ندوزها له. يلا اي حاجه بغيتوها في كومنتير. المارياج مستعمل، كاين المارياج مستعمل. الخاتم ديال لويزا عندي هذا، عندي هاد البياسه هادي وحده كدير 4000. قولوا لي واش الصوره واضحه ولا لا، قولوا لي واش الصوره واضحه ولا لا. شي واحد يقول لي في كومونتير واش الصوره واضحه ولا لا. انا احسن نشعل الفلاش ولا نطفيه. هاد الخاتم بياسه وحده ديال لويزا اللي عندي، بياسه وحده اللي كاينه هي هادي، كدير 4200 درهم، 4200 درهم كدير 420 الاورو 84 الف ريال. هذا الخاتم ديال لويزا ديال 18 الكار، حلقه البنانه مستعمل، غيكونوا حلقات ولكن ماشي البنانه واضحه، واضحه مزيان شكرا. هذا 4200 درهم 420 الاورو 84 الف ريال، هذا الخاتم ديال لويزا ديال 18 الكار ومدوبل تبارك الله. غليت عندي بياسه وحده اللي بقات منه، القياس ديالو هو جوج حتى جوج فاصله واحد، هاو يعني القياس جوج سنتيم، جوج سنتيم 4200 درهم 84 الف ريال 420 الاورو. اللي بغى هذه تواصل معايا في 06 21 24 02 40. جاكوار موجود اختي مرحبا. هذه هاو البياسه الاولى دازت،
البياسه الثانيه هذه عندي قديمه ديال نص لويزه القديمه. انا كنقول لكم راه كندوز لكم بياسات في المستعمل والجديد في نفس الوقت، ولكن ايه ركزوا معايا حلوا لي الناس وديناتكم مزيان. يعني راه كنقول القديم راه كنقول قديم والجديد راه كنقول جديد، ركزوا معايا في هذه الامور. هذا بحال دابا هذا النص لويزه هذا ما بقاش كيتخدم في الجديد، يعني كنشريه كنزيد واحد البركه ديالي وكنبيعو لكم. يعني هذا انا واخدو هذا بحال دابا شوف كندير معكم واحد البركه خير، هذا واخدو انا ب 41، اللي بغاه غيتقام عليه ب 46000 ريال. هذا قلت لكم ما تلقاش وخا تبغي ما تلقاش، هذا انا شاريه من عند المراه وقديم خدمه قديمه ب 41000 ريال. يعني نقدر نغسلو نبيعو ب 50، ولكن لا غندي معك حلال من الله 250 درهم. هاد 250 فيها التوصيل فيها الهديه فيها البواطه فيها بزاف د الامور. يعني هانتوما شفتوها، هذا 2300 درهم 46000 ريال 230 دولار. هذا قديم، هذا راه ما بقاش كيتخدم، غير باش ديروا حسابكم هذا ما بقاش كيتخدم، هذا ما بقاش كيتخدم. شوفوا ركزوا معايا، شوف انتوما هانتوما دابا معايا، شوف على شحال الخير جا، شوف 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 شي عصير الصابون كيفاش جا، شوف شوف انتوما بخيركم. هانتوما شوف شوف شحال جاني ديال عصير الصابون غير دابا، ياك انتوما كسو عاد دابا هانتوما خلوني نستمر معكم وعاد نمشي معكم لهذا الخير. هذا 2300 درهم 46000 ريال 230 اورو، خاص مازال يتغسل في هذا الديكوراسيون غزال. هذا اللي كان سباق ليه بصحته وراحته، والقياس خلاص القياس بس بعض المرات ما يهمكمش القياس، راه 30 درهم كينقصوا لكم اي دايب في المغرب، يعني ما توحش في القياس. القياس فيه 1.9 حتى ل 2، قولوا المهم 1.9 حتى ل 2 راه بداو لي كوموند عليه، ونتمنى يكون من نصيب شي واحد. الخلخال انا غندوزو لك اي حاجه قريتها انا غندوزو. هذا خاتم نص لويزه القديمه 2300 درهم 46000 ريال 230 الاورو اللي كان سباق له بصحته وراحته. عندي دابا قلت لكم وريتكم هذا وريتكم هذا، هذا الفروج 18 كره وهذا 18 كره 46 84000 ريال. اللي بغاهم يتواصل معايا في 06 21 24 02 46، وبارطاجيو الناس البارطاج، راه شحال ما شمع راه شحال ما كتكون كتبارطاجيو، وشحال ما وشحال ما الهميزات كنزيدكم الهميزات، وكتكون النصيب ديالكم شي حاجه. التعليقه ديال تخرم هميزات لا ما عنديش، ركزوا معايا شنو بغيت نقول لكم. اللي قالت لي الاخت اللي قالت لي الخلخال، الخلخال الرجل ها هو، راه عندي جوج بياسات منه، عندي جوج بياسات في الخلخال ديال الرجل وفيهم ثمن مناسب بزاف بزاف. هاو الخلخال ديال 1000 درهم 100 ديال الاورو 20000 ريال، 20000 ريال ديال هذا الخلخال ديال الرجل. انا قلت لكم الا قالت لي الاخت اي حاجه بغيتوها خلوها لي وغندوزها لكم. هذا داير 1000 درهم، فيه البوندونتيف الاولى فيه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، السادسه البوندونتيف وعاد الرجيله مدليه. شو هذا خلخال ديال الرجل داير 1000 درهم، 1000 درهم 20000 ريال 100 ديال الاورو، فيه جوج خريصات ديال السداده 20000 ريال 1000 ديال الاورو. هذا شفتوا خلخال ديال الرجل ب 1000 ديال الاورو 20000 ريال. اللي بغى يتواصل معايا في 06 21 24 02، الخلخال غير ب 1000 درهم. خلخال اللي كان كيدير 28 و 26 اليوم عند مجاورة غزة ب 20000 ريال 1000 درهم. البنات اللي عاد دخلوا جداد مرحبا بكم عند مجاورة غزة، بارطاجيو معنا اللايف ومرحبا بكم. اللايف راه عاد بدا، اللايف ديالنا راه كيكون فيه المستعمل وكيكون فيه جديد. قولوا لي واش تبغيو ندوز لكم عصير الصابون؟ عصير الصابون راه فيه بزاف ديال الناس العافاك تعليق كارتي، اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومونتير ومرحبا. درميطات ديالي دافاك، الثمن الخاتم الصغير جوهر الحر. الجوهر بالنسبه للجوهر ماشي دابا بلاتي وندوز الجوهر. بالنسبه لعصير الصابون ها نتوما، بالنسبه لعصير الصابون راه عندي جميع المقاسات باش غندوزهم لك كاملين، راه ما يمكنش. شوف عصير الصابون فيه جميع المقاسات، جميع المقاسات هاو، يعني اي واحد بغى ها الثمن الجرام ديال عصير الصابون دابا واش دايرين حساب بان الدابا راه تزاد، الدابا راه تزاد. عصير الصابون دابا راه داير 600 درهم، ولا كان كيفوت 30 غرام نقدر نحيد لك شي حاجه من 30 غرام لتحت 600 درهم للغرام، يعني داكشي اللي كتخلص داكشي اللي في الميزان ديالو 600 درهم للغرام، 600 درهم للغرام. اي حاجه بغيتي في عصير الصابون ب 600 درهم فيها، شوف الخدمه تبارك الله ما شاء الله، يعني خدمه غزاله الفينيسيون واعر. عندك تنسالي لا كوموند لا اختي ما غنساكش لا كوموند ان شاء الله، نهار الاثنين لي كوموند كاع ديال اللي كانوا تكومونداو نهار الجمعه راه الاثنين غنسيفطهم. عصير الصابون ب 600 درهم للغرام فيه جميع المقاسات، الذهب الاحمر وجميع الرقيق غليظ يعني منقوش من الجناب سامبل. اي واحد بغى شي حاجه يتواصل معايا في واتساب ب
عصير الصابون ومرحبا. ها هو عصير الصابون راه كاين في جميع اللي بغى يتواصل معايا في واتساب ومرحبا. سمعتوني عصير الصابون ها هو 600 درهم للغرام، اي غرام اش بغيتي دوز عندي الواتساب تعطيني القياس ديال يديك، القياس هاكي كيتشد، القياس غتشد لي دملهيج ماشي براسي اللي دملهيج، وغتشد المسطره وغتعبر بهكا بهاد الطريقه، غتبدا من الصفر حتى لاش بحال دابا هذا فيه 6.3، يعني انا غنقول لك 6.3 تقول لي مثلا بغيت القياس 6.5 مثلا فيه 15 غرام، انا غنشوف لك داك القياس وغنضربها لك 600 درهم. الذهب راه تزاد، ديروا حساب راه الذهب راه تزاد مع هاد الحروبات اللي واقعه في روسيا وهذا، راه الذهب كيتزاد، هذا عامل باش كيتزاد الذهب، شفتوها ها هما. المهم باش غندوزهم لكم كاملين، راه ما عنديش كندير، ولكن اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في الواتساب ومرحبا. هذا هو يعني بالنسبه للخواتم، بالنسبه للخواتم ديال التخرام اللي كتسولون عليهم، الخواتم عاوتاني ديال التخرام، الخواتم ديال التخرام عندي هاد لي موديل، واش ندوزهم لكم بياسه بياسه. عندي هذا، عندي هذا هاكا مربع شفتوه، القياس ديالو كيجي في 2 سنتيم، القياس ديالو كيجي 2 سنتيم، يعني صالح يتزاد صالح يتنقص. الثمن ديالو هادو جديد خلاص ماشي قدام، هادو جداد. الثمن ديالو كيدير 3200 درهم، 3200 درهم. سمحوا لي غنكون غلط غلط شويه واقيلا، ماشي مشكل. 3200 درهم، راه 3400 درهم، ولكن فاش خرجت ب 3200 غيبقى في 3200، ماشي مشكل. 3200 درهم، 320 الاورو، 64000 ريال. اللي عجبو اللايف او عجبو شي ارتيكل يخلي لي جيم وبارطاج، يقول لي اش بغا في الكومونتير وندوزو له ان شاء الله. 3200 درهم، 320 الاورو، 64000 ريال الخاتم هذا. هذا باطو صغير منقوش تبارك الله كامل، ونقش زوين وصحيه. عندي هادو، عندي هادو ثلاثه، عندي هادو ثلاثة، هادو خدمتهم سو كوموند. هذا الموديل ديال مجوهرة غزة، يعني جايين هاد التخرام وجاي مدور، جاي مدور كيف القدام كيف التحت، يعني خويت مات غزالين يتلبسو في الرومي ويتلبسو في البلدي. هانتوما شفتوهم خويت مات صحاح وغلط تبارك الله. القياسات ديالهم راه هانتوما غيكون فيهم 1.8، القياس 1.8. الثمن تقريبا راه غنعبر لكم غير واحد، ولكن كنظن غيكونوا متقاربين في الاثمنه، ما غيكونوش فارقين. هادو البنات كيتقابوا ب 1900 درهم، كاين 1900، كاين واحد ب 1850 وواحد 1900، جوج ب 1900 وواحد ب 1850، الفرق غير في الفاصله شي شويه. صح صحاح ماشي من الشبكه اللي كيتعبجوا، لا هادو 1900 درهم. دوزني البلاصيط ديال طوندونس، البلاصيط طوندونس راني دوزتو ماكسي داك الاسبوع، الا بقى لي الوقت انا غنوري لكم. عندي هذا، عندي هذا 1500 درهم، هادو الذهب الاحمر، هادو الخواتم ديال الدواب اللي ما فيهمش حجره، هادو 1500 درهم، الخاتم ديال الفراكه كيقولوا له 1500 درهم، 30000 ريال، 150 ديال الاورو، 150 ديال الاورو. هذا انا كتبان لي الصوره باش كنقربها كتبان لي مضببه، واش كتبان لكم انتم مضببه ولا غير انا؟ 1500 درهم، 1500 درهم، 30000 ريال. هاد لاباك هذا 30000 ريال، خاتم ديال الذهب ديال الوالدين ب 1500 درهم، والقياس يمشي ل 1.9. ها انتم عندي هادو ديال التخرام اللي كتسولوا عليهم ديما، راه عندي عدد كبير ديال الخواتم ديال التخرام غير باش تعرف. ها راه غير هو دابا الثمن ما عنديش كندير، بقى نعطيكم بواحد بواحد، ولكن راه كيتراوحوا ما بين 1500 حتى 2200 درهم. بغيتي نعطيكم شي مثال ديال شي واحد قولوها لي في كومونتير. هانتوما الخواتم ديال التخرام، راه كاين عدد كبير ديال الخواتم ديال التخرام، فقط غدوز عندي الواتساب غتعطيني القياس شحال كتلبس في يد في الدوله ديال يديك، غنشوف لك شي جوج ولا ثلاثه وغندي نخيرك بيناتهم واللي عجبك مرحبا. ها خويت مات ديال التخرام، يعني كيبداو الثمن ديالهم ما بين 1600 حتى 2200 درهم، هما مضوبلين تبارك الله. وبغيتي نعطيكم المثال، نعطيكم المثال شفتوهم سكريني و التصويره خليها عندكم. الشبكه ديالهم زوينه ماشي ديك الشبكه اللي كتشد الحوايج، يعني مفينيا من اللور هاكم كتشوفوا غلاد. مدببه الصراحه الله بصح. وزعما زعما هانتوما شوف شرينا الايفون 15 باش تعطينا كاليتي احسن، هذا هانتوما هادو ديال التخرام، يعني في جميع لي ديزاين فيهم
جميع القياسات موجودين. نعطيكم بعض الاثمنه ديالهم، نعطيكم بعض الاثمنه ديالهم. غنبداو مثلا بهذا، غنبداو بهذا كيف كتشوفوه. نقول لكم الثمن مثلا ديال واحد جوج ولا وغتعرفوا نتوما. بحال دابا عندي هذا كيدير 2050 درهم، كيدير 2050 درهم، 2050 درهم. اللي ما بانتلو الصوره واضحه يدوز عندي الواتساب نعاود ندير له فيديو ليها، غير بارطاجيو شويه اللايف هكا مزيان. 2050 درهم 41000 ريال كيطرحوا الثمن كنظن بحال هكا. هادو 40000 ديال الدرهم، 40000 ريال، 200 ديال الاورو، 40000 ريال. اللايف كيتقطع؟ لا ما كيتقطعش اختي اللايف. هادي لا عندي هذا، عندي هذا ب 1800 درهم، 36000 ريال، كلهم مضوبرين وغلاظ من التحت، يعني ديال الدوام. 1800 درهم، 36000 ريال، 180 الاورو. لا لا هادو اختي ما كيتحسبوش ب 600 درهم باش تعرفوا. 600 درهم كيتحسبوا عصير الصابون اللي وريتكم قبل. هادو لا، هادو راه كيتبعوا شويه، راه ما يمكنش خاتم خاتم. هادو الا دينا فيهم واحد 20 درهم في الجرام ولا وبعناهم لكم ب 600 درهم كتبقى واحد البركه. بحال دابا الا كان فيه 20 غرام وديت معاك 20 درهم تبقى واحد البركه. مي هذا واخا تعطيني دابا هذا، الا جيتي ناخذ معاك 20 درهم في الجرام فيه 3 الغرام، 3 الغرام، 3 الغرام وشي حاجه ما غتجي فيه 60 درهم ديالهاش. غير باش تعرفوا علاش بعض المرات كيقول لكم بنادم راه ماشي بحال كلشي في الجرام. راه البياس اللي كتكون ثقيله هي اللي كتباع بالجرام، مي بحال هادشي الخفيف راه ما يمكنش. غتدي معاك دايبي 20 درهم في الجرام، شنو غتجي 20 درهم في الجرام؟ غتجي 60 درهم. 60 درهم ما غي واش غيصيفط لك بيها؟ واش غي ديال التوصيل؟ واش ديال البواطا؟ واش ديال اش؟ فهمتيني؟ هادشي باش يعني كنخليوه معاكم. سمعوا باش نجيكم نيشان، كل هاد البيس اللي كتشوفوا هنا راه كنحسبوا باش مخلص كنزيدوا 200 درهم ديالنا وكنعطيكم لا كوموند ديالكم. هذا شفتوهم ها، يعني هادو خويتمات ديال التخرام. انا عطيتكم ما بيني وبينش الاثمنه. عندي ديال عصير الصابون عاوتاني، عندي خويتمات ديال عصير الصابون. المهم الصح كاين، الصح على حسابي. اللي ما جاش شي بياسه صحيحه يقدر يبدلها. هادو عندي خويت ماده عصير الصابون عاوتاني، عندي هذا غنعطيكم الاثمنه ديالهم والقياسات راه تاهما موجودين. عندي هذا 2000 درهم 40000 ريال، 200 ديال الاورو جاي ديغرادي، 200 ديال الاورو 40000 ريال. عندي هذا ب 2650 درهم مبروم و حتى هو جاي ديغرادي، 2650 درهم. عندي هذا ب 2600 درهم حتى هو منقوش وجاي داير، 2600 درهم. ها هو فيه 2.1 حتى لجوج، المهم غير جوج كاع تجي تجي حيت مدوبل. فين خاتم عصير الصابون؟ خاتم عصير الصابون ديالك اختي راني خبعتولك، صافي هذاك ديالك راه كاين. عندي هذا 2500 درهم، 50000 ريال، 250 الاورو. وعندي هذا ب 1950 درهم، 39000 ريال. وكبار هادو ماشي صغار، هادو راه كبار، عصير الصابون راه كبار. ها انتم المهم نخلي لكم هذه اللوحه الفنيه الغزاله، هذه الخدمه البلديه، صنعه مغربيه تقليديه انتم، يعني موديلات غزالين ديال الدوام، لا حجره لا والو. زومي وجبد البياسه ديالك وصيفط لي في واتساب ومرحبا. النمره ديال الواتساب 0921240249. حنا مجاورات غزه عند زكريا، كنتواجدوا في مدينه ازرو نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افرين. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره اللي كيبيعوا كاع الدايبي في المغرب، زائد التوصيل كنديروه بالمجان في مكتب في المغرب، والا كتوصلك لا كوموند ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه. وردوا البال في رمضان راه كيتصلوا بكم في صباح البنات. بالنسبه اللي غيقول لي لا كوموند راه ماك اسمع باش تعرف واحد القضيه البنات، انا غنشرح لها لكم ليا ولا للجميع لي كوموند اللي كتاخذوا باغ امانه. دايبيه كيصيفطوا في امانه، يعني امانه راه ما كتبغيش تخليك تحل الكارتونه ديالك، يعني انت كتثق فينا حنا وكتعرفنا حنا، يعني لا كوموند راه ما كتبغيش تخليك تحلها. يعني واخا كنتصلوا بهم حنا نقولوا خليو زعما الناس يقيسوا، لا لهذا حنا كنضطروا من هنايا كنحاولوا نشدوا لكم جميع العبارات جميع المضبوطات، كندير لكم دي فيديو كندير لكم نشدوا لكم العبار ديال كل حاجه باش لا كوموند توصلكم مضبوطه وتفرحوا بها. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في هذا النمره ديال 0921240249. اللي بغى يتواصل معنا في الانستغرام بيجو تخي زكريا قلناش هكا فرونسي، فيسبوك او يوتيوب مجاورات غزه عند زكريا بالعربيه، ومرحبا بالجميع. نحيدوا هذا، نحيدوا هذا الخويتمات. عصير الصابون راني قلتهم لكم، عصير الصابون بغيتوا شي حاجه في عصير الصابون دوزي عندي الواتساب ومرحبا. على تبارك الله نحيدوا، غندوز لكم الدمليج. عندي واحد الدمليج، واحد الدمليج بازاري،
عندي واحد دمليج بازاري بازاري. شوف 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 عندي دمليج بازاري هذا. شنو هذا؟ ما هذا؟ هميزه هذا او هذه واقيلا الهمزه الثانيه. هذو تكون خاص بالمسلوجه. هذه الهمزه الثانيه. الهمزه الثانيه هذا ريحه الجدود. هذه خدمه قديمه اللي خدموا هذو الله يرحمهم. شوف 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 تبارك الله دمليج عنده اكثر من 80 عام وشوف كي مازال. شوف شوف تبارك الله هذيك بالخدمه اللي كي كتبقى مطروزه. هذا 550 درهم للغرام. هذا قلت لكم خاص شي الذهب ديال هذا روزي روزي داك الاحمر اللي كيبري يعني. هذا خاص تعطي عليه دابا حتى 800 درهم ما يطلعوكش هذا الفينيسو ما يطلعوكش هذه الخدمه هذه. هذا ب 550 درهم. حتى انا ما عنديش معاه الزر اللي سولت عليه يقول لي تبعت. اختي اصيله نتمنى تستافدي ان شاء الله معنا. واو دمليج واعر دمليج صام. شوف منقوش يعني عنده اكثر من 80 عام هذا الدمليج. هذا اكثر من 80 عام. هذا دمليج اصيلي ذهب حقيقي 18 كار. القياس ديالو هو 6.3. اسمعوا 6.3 هي 6.3 ما تزيد ما والو. تقدر تنقص تلبس 6.2 يجيك. مي تلبس اكثر من 6.3 واخا الدمليج كيقول نورمالمون خصو يدخل من هنايا مزير باش في اليد كيجي زوين. هو الدمليج في الاصل كيدخل بشي بلاستيكا ولا بشي دينا ولا باش في اليد كيجي ما كتجيش بحال مسلفه كيجي ديال راك مجموع على يديك. هذا داير 550 درهم للغرام. 550 درهم للغرام. ما كتجاوبش في الواتساب كتجاوب غير الزبناء ديالك على ما اظن. لا اختي سوريا كنجاوب كلشي كلشي كنجاوبو حنا. غير شويه ديال الصبر كلشي غنجاوبوه وكلشي غيستافد معنا ان شاء الله. حنا المحل مجاورة غزه ديال الدرويش اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. حنا ان شاء الله نجاوبو كلشي غير شويه ديال الصبر. ومرحبا بكم في 6.3 كنظن ياك. 6.3 ركزوا معايا الناس اللي زربات ودفعت الكوموند ديالها تشوفوا شحال فيه من غرام. راه تخيل راه ما غايجيبلكش راه دمليج ثقيل فيه 53 غرام فاصله 91. شوف تبارك الله ثلاثة اكثر من 6.7 فيه 53 غرام فاصله 91 مضروبه في 550 درهم للغرام كيتقام عليك ب 29650 درهم تقريبا 3 د المليون قل شي حاجه. 29650 درهم 2965 الاورو. 2965 الاورو. دمليج واعر دمليج ديال زينه وخزينه دمليج ديال الوالدين 6.3 في القياس 8 غرام هو 11000 ريال. اللي بغى يتواصل معايا في واتساب كيجاوب كلشي الصراحه. اختي هاجر مرحبا بك. ربما الاخت ما جاوبناهاش واحد النهار ولا ولكن خصها تعرف بان راه كاين اكثر من 1500 ميساج وكل نهار كيتزادوا ميساجات اخرين. حنا ما كرهناش نجاوبوا كلشي. واش حنا واش كاين شي واحد اللي كيبقى يدير اللايف واحد دي فيديو تصاور وما يبغيش يبيع؟ راه حنا الا كنديروا هادشي الا باغي نبيعوا ولكن الله يسلمون يعني كنقولوا يد وحده ما كتصفقش. راه صعيب باش تلبي كاع الطلبات وصعيب باش تجيب لكل واحد على كانتو. هذا شفتو دمليج واعر ب 29650 درهم. الغراماج ديالو اخر مره نقول لكم الغرام هي 53 غرام فاصله 93. القياس 6.3 دمليج واعر. اللي بغى يتواصل معايا في واتساب الصراحه واعر خير غير خاص الملايين ويعني هذا هذا واخا شاد واخا تحط عليه 3 المليون الا هو غيتزاد لك. ها انتم شتو غير الذهب ما بين في سيمانه ولا ما كاملاش هو تزاد تقريبا 15 درهم. كنا كنبيعو 580 درهم دابا 600 درهم يعني كاين الفرق. دابا شوف شحال الزياده. شفتو دمليج واعر ها هو هذا. هاد الميزه ديال هاد الدمليج راه ما عمركم تلقى شي هاد الدمليج اللي فلتو راه ما عمرو يلقاه. انا متاكد ما عمرو يلقى هاد الدمليج هذا. ندوزو لهاديك ندوزو لواحد لاكوغميط. عندي دخلات واحد لاكوغميط جديده عاود ميزه حتى هي كوغميط حتى هي ميزه فيها 9.68 9.68 دايره 550 درهم للغرام. 9.68 9.68 هذه ميزه 9.68 مضروبه في 550 درهم للغرام. راه شي 550 اللي كتسمعوا راه تقريبا ثمن الدوبان كيجاوب كي كلشي والتعامل طوب. مرحبا بك اختي ومرحبا بكاع البنات. حتى اللي ما جاوبناش يعاود يصيفط ما تقلقوش منه مرحبا به. هذه 550 درهم للغرام كتقام ب 5320 درهم. ثمن الغرام 11000 ريال للغرام 55 اورو للغرام كتقام ب 5320 درهم هي 532 الاورو. اللي بغى يتواصل معايا في 0921240246 اللي انتريس غيدوز عندي الواتساب غيعطيني سميتو كنيتو النمره ديال التليفون والعنوان كامل المدينه الحي الزنقه رقم الدار باش لا كوموند ما تعذبوش. حنا ما قلت لكم راه كنخلص على لا كوموند باش توصلكم حتى للدار. بالنسبه للطول ديالها الناس اللي كتاكد على الطول، الطول فيها 18 سنتيم من الراس للراس يعني الداخل ديال لا كوغميط. هانتو هانتو
بس عرفوا العبار كيفاش. العبار كيبدا من الصفر للراس ديال لاكوغميت حتى لاش هنايا غيجي 19 سنتيم، يعني لداخل الكورميت غادي يكون 18. شفتوها هذه ميزه ب 550 درهم للغرام، الثمن دابل مستعمل ونقيه تبارك الله، مازال نقيه. خويا خليها لي اختي ناديه توصل معايا في 0921240 ونخليها لاختي على راسي وعيني. يعني اللي بغى يشد لا كوموند يدوز عندي الواتساب، كدير المصارفه اختي في دواء. لا يعني انا نقول لك علاش ما كنديروش، يعني كنديروا الثمن زوين، كنديروا الثمن مشجع، وخصنا نتخلصوا بالكاش، هذا هو اللي كاين. ومرحبا بالجميع، ولو بقات شي بركه قليله ماشي مشكل نتعاملوا فيها. 5320 درهم تما الغرام، 11000 ريال الغرام، هذه هي داس. هادو دوزتكم دابا جوج ميزات متابعين. الناس اللي كتعشق العوينه قولوا لي اللي بغيتو شي حاجه خليوها لي في كومونتير، اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومونتير، داكشي اللي بغيتو خليوها لي في كومونتير. ومرحبا، عندي جوج العوينات انا عاد جبتهم اللي كنتو كتسولون عليهم، انا عاد جبت العوينات وغندير لكم فيهم ثمن زوين ان شاء الله. العوينه الاولى عندي هادي كدير 2000 درهم 200 الاور، ولكن راه عوينه كبيره، راه ماشي شي عوينه صغار، هادي راه عوينه كبيره. شوفوا الخرصه راه فيها تسلسله كبيره، 2000 درهم 200 ديال الاورو، هادي العوينه ب 200 ديال الاورو، هاي بالدميعه ديالها 40000 ريال. عسل الصابون ديال 600 درهم الغرام، والقياس اللي بغيتي والغراماج اللي بغيتي تواصل معايا في واتساب. ومرحبا، هادي 2000 درهم 40000 ريال، العوينه راه كبيره ماشي صغيره. وعندي هادي ب 2300 درهم، ها انتوما 2000 درهم 2300 درهم، وحده واخده الطول وحده واخده العرض. العوينات تبارك الله ما شاء الله، عوينات خصهم شي سنيس ليبانو واعرين. هادو وحده 1000 ديال هادي طويله 2300 درهم، وانا كبار هادو 2000 درهم 46000 ريال 40000 ريال. جوج العوينات واعرين، اللي بغاهم يتواصل معايا في 0621240. علاقه ديال الويزه خاويه عندي في جديد، ما عنديش في القديم. شفتوهم هادو جوج عوينات زوينين اللي بغاو يتواصل معايا. هادي 2000 درهم 40000 ريال 200 الاورو حتى الطول، باش كنقول لكم راه كنعطيكم كاع لي ديتاي. شتي الطول ديالها هي فيها 4.5 في الطول، 4.5 انت غتشد مسطره غدير 4.5 غتعرف قداش غتكون في الطول. وهادي فيها 5.5، وحده 4.5 وحده 5.5 في الطول، يعني كنقول لك 5.5 4.5. شوفي كتقداش قداش العوينه كتوصل، يعني راه كبيره. 2300 درهم 2000 درهم 40000 ريال. ها الناس اللي كتسولني على شنو اخر ندوز لكم السناس اللي قلتوا لي. ها هما السناس اللي غندوز لكم اليوم خاصين بالسناس ديال لويز، يعني اليوم غندوز لكم السلسله ديال لويزه، ولكن اسمعوا واخا نعطيكم الثمن ديال السلسله مع البوندونتيف، تقدر انت تاخذ شي سلسله اللي عجباتك مع البوندونتيف اللي عجبت لويزه. انا غير حيت عندي معلقين هكا، راكم عارفين كيجي واحد كيقول لك عطيني ديك السلسله كتحيدها من هذه وكتركب لها وحده اللي قريبه كتركبها. عندي هذه، انت تقدر تاخذ اللي عجبك، تقدر تاخذ غير البوندونتيف بوحدو ممكن. عندي اول سلسله، هادو جداد خلاص، ولكن الثمن راه ثمن مناسب. غير البارطاج البنات، شويه ديال البارطاج معاكم، يلا شويه ديال التشجيعات وشويه ديال البارطاج، حبسوا واحد الدقيقه وفرقعوا لي هذوك البارطاج باش نعرف اللايف عاجبكم ونزيد نوريكم في الميزات. الدم اللي جا داك من فوق القديم تقريبا 3 المليون، محسوب ب 550 درهم الغرام. عندي هاد السنيسله هادي ديال لويزه 18 الكره دائما، وفيها هاد الديزاين الكرونه غزال، وجاي مسيرتي سيرتاج رقيق، وهنا السنيسله ديال مفتوله. هاد الخير كامل فيه ثمن مناسب، هادي كاملة كتخم ب 4000 درهم. بغيتي السلسلة بوحدها ولا البوندونتي بوحدو تواصل معايا في واتساب ومرحبا. يعني ما تقدر تاخذ اسيدي نتا على قدك، خذ داكشي اللي بغيتي. قدرتي على العلاقة بوحدها مرحبا، قدرتي على السلسلة بوحدها، قدرتي على شي سلسلة أخرى اللي غيدوزو مورا هادو مع البوندونتي هادي مرحبا. 4000 درهم 400 الأورو 80000 ريال. هاي هادي هاي داس. عندي هادي عندي هادي ب 3350 درهم 67000 ريال، حتى هي دلويزه 18 الكرات 3350 درهم 335 الاورو 67000 ريال. هادي بغيتي بوندونتي بوحدك تكون تواصل معايا في واتساب، ما عنديش الوقت فين نعبرهم كاملين. هادي كامله ب 67000 ريال، 67 العلاقه مع السنيسله ب 67. هادي الثانيه ها هي داس. الثالثه
الثالثه عندي السنزه غتكون ثقيله هاد السنزه هادي دايره 3900 درهم 98000 ريال 98000 ريال 98000 ريال بغيتي السنزه بوحدها ولا البوندونتي بوحدو مرحبا 98000 ريال هاد السنزه هادي د لويزا مع السنزه مفتوله الغليظه 98000 ريال تبارك الله هادشي غزال لا اختي اختي شكرا لك بزاف عندي هادي عاوتاني عندي هادي ب 3000 درهم 60000 ريال 300 ديال الاورو هادي 300 ديال الاورو فيها هكا حتى هي وهكا يعني 300 ديال الاورو 60000 ريال 60000 ريال 300 ديال الاورو خويا زكريا ما عندكش الخميسه الكبيره الخميسه الكبيره حاليا ما عنديش خاتم د لويزا غزال انا شفتيني خاتم د لويزا اختي شكون فيهم راني دوزت جوج الاول وعندي اخر وحده ديال لويزا السلسله عندي هي هادي ب 74000 ريال 74000 ريال هاي هادي اخر وحده السلسله ديال لويزا باش نجمعو لكم في صوره وحده هادي 74000 ريال 74000 ريال خاتم ديال لويزا راني دوزت جوج صبري الى بقى لي الوقت انا غنعاود نردهم لك انا غنحاول نحط لكم هاد السلسلات مجموعين باش انت غتزومي لي على السلسله ديالك وغتواصل معايا في واتساب وغتقول لي مثلا بغيت هادي مع هادي ولا حتى شي سلسله واش ما شتيهاش هنايا واخا ما تشوفهاش هنايا عندي اليوم في هاد اللايف يعني راه تكون عندي في المحل نديرها لك نجيب نجبدها لك نتمنى ما يتخربقوش نعطيكم واحد الصوره واضحه على هاد السلسلات هادو شوفوا السلسله ديال اليوم ديال لويزا اللي وريتكم عندي هاد الديزاين كان عندي هاد الديزاين كان عندي هذا كان عندي هاد الموديل يعني موديلات مختلفين اللي بغى شي وحده يتواصل معايا في واتساب بغيت غير لي بوندونتي بوحدهم ممكن بغيتو السناس بوحدهم ممكن بغيتي هاد السلسله مع هاد البوندونتي ولا هاد البوندونتي مع هاد السلسله كلشي ممكن عند مجاورة غزة يعني ما تاخذش شي حاجه اللي ما مرتاحش ليها شوف التصويره غزاله تبارك الله دي بوندونتي واعرين ديال لويزا لي توندونس دابا حاليا انا شوف انا كنخلي لكم التصويره باش انت غتسكريني التصويره وغتوصل لي في واتساب براس لي ترومين واخ غنشوف غير صبروا ان شاء الله اي حاجه بغيتوها خلوها لي في الكومونتير ومرحبا هادو ها هما دازو وعندي واحد جوج سنيسلات عصريين واحد ديزاين غزال هادي كندوز لكم شويه المستعمل وشويه ديال الجديد دابا نساليو هادو ندوز لكم شي بياسه قديمه عندي هاد السنسله هادي سنسله تقدر تلبس تكون الوحيده اللي غتلبسيها في المغرب او من الاوائل اللي غتلبسوها في المغرب يعني سنسله ديزاين قليل بزاف اللي لابس هاد الموديل هذا فيه هاد السنسلات هابطين هكا بزاف ديال السنسلات هابطين وفي هاد البوندونتيف هكا تبارك الله هاد الزواقه هادي غزاله فيها لي بول هنايا سلسله تصحيحه على حسابي كارونتي 3000 درهم 300 ديال الاورو 60000 ريال هادي 300 ديال الاورو 60000 ريال كتجي بحال سوتوار بحال وكتجي واعره واعره كتجي غزالة هادي ب 300 ديال الاورو 60000 ريال 300 ديال الاورو 60000 ريال هاد السنسلة هادي وعندي هادي ديال ليبول وعندي هادي ديال ليبول ب 3500 درهم 70000 ريال هادي ب 70000 ريال شوف هادي 70000 ريال هاد السنسلة هادي 3500 درهم عامرة بول عامرة ليبول ديال الذهب البيض والذهب الصفر والذهب الاحمر هادي 70000 ريال رادكم استعمل لا ما عنديش رادكم استعمل 70000 ريال 3500 درهم رادكم راه وصل جديد دابا راه 600 درهم هادي 70000 ريال يعني هاد السنسله هادي 70 وهادي ب 3000 درهم 60 ولكن السنسلات الحجوجي هادو باش تعرفوا السنسلات غتكونوا من الاوائل ومن الناس القلال اللي لابسينهم في المغرب يعني هادو ماشي دوك الناس اللي كثارين في السوق شوف ما شاء الله غزالين تبارك الله اللي بغاهم يتواصل معايا في 0921 24 02 انا كومونديت الخاتم ديال الراس ديال لويزا انا الاولى الا كنتي انت الاولى غنصيفطو لك اختي على راسي وعيني مرحبا بك غزال هادشي اللي عندك لا اختي اختي شكرا بالنسبه قولوا لي اش بغيتو اخر باش ندوزو منكم عندي واحد السلسله ديال الاي بي عندي هاد السلسله ديال الاي بي غليظه وطويله كدير 5500 درهم 110000 ريال هادي جديده خلاص 110000 ريال 550 الاورو هادي 550 الاورو 110000 ريال بغيت نعرف الثمن ديال العماره ديال العين الكبيره الثمن ديال العمارات راني بجوج بهم كبار وحده 2300 وحده 2000 درهم هذه سلسله الاي بي غليظه وفيها الخرصه شوف القفل ديال الكورميت هذه ب 5500 درهم 110000 ريال طويله تلبس للمناسبات وتلبس للدوام هذه هي داس المهم راني عارف الا كنخطف شويه هكا وشويه هكا كنوريكم باش ما تملوش
واسمعوا راه كاينه بروموسيون واعر، كاين هاد الاثمنه اللي غتسمعوا اليوم راه ما عمركم غتعاودوا تلقاوها في الاخر. راه مازال كنبيع لكم واخا الدهب زاد، مازال كنبيع لكم الثمن السلعه اللي واخده بقل، راه كنبيع لكم بخل. شوفوا دابا واحد لونسومبل ان شاء الله نقول لكم فيه الثمن زوين، واحد لونسومبل ثلاثه ديال البياسات، فيه لي بوكل وفيه البوندونتيف وفيه لاباك ب 3200 درهم 64000 ريال. عندي هاد لونسومبل هذا ب 3200 درهم، حلقه انا غندوزهم لكم. هذا 3200 درهم 64000 ريال 320 اورو، وصحيح الخويتي صحيح البوندونتيف ماشي ديك الشبكه اللي كتبوبا، لا لي بوكل هانتوما كيفاش كتشوفوهم غير الدين من التحت، هادو كاملين ب 64000 ريال. 3200 درهم 64000 ريال 320 اورو، اونسومبل كامل ب 320 اورو اللي هي 64000 ريال، كادو غزال وشي حاجه في متناول الجميع. 64000 ريال، شويه ديال التحت ديال بنات، شويه البازار شي غورمي ترافينيتي، غنشوف غنشوف ان شاء الله الا لقيت شي حاجه ندوزها لك. 3200 درهم صحيح هاد لونسومبل، راه صحيح الناس اللي كتسول اللي كتاكد على الصح، راه صحيح 3200 درهم 64000 ريال. مارياج مستعمل راه موجود، انا غندوز لكم المارياج مستعمل. عندي هذاك وعندي واحد لونسومبل حتى هو خفيف وثمنه زوين، هاد لونسومبل اللي غندير لكم دابا عاوتاني ديال 2800 درهم. عندي هذا ب 2800 درهم 56000 ريال ديال الحجره مربعه، واعر حتى هو رومي بامتياز، 2800 درهم 56000 ريال 180 اورو، فيه لي بوكل كيجيو لاصقين، البوندونتي خصها واحد 6 دقيقه تجي واعره، ولا باك 2800 درهم 2800 درهم. واش كتقلبي تفرحي البنت ديالك؟ ما كاينش ما احسن هذا الكادو هذا او هذا الكادو هذا. عندك 3200 درهم، عندك 2800 درهم تاخذي بها اونسومبل كامل 56000 ريال 64000 ريال. هاد اثمنه لا بروموسيون، راه ما غتلقاوهاش مورا العيد، غير باش تعرفوا هادشي راه كنوجدو لكم العيد. شفتوهم ها هما واعرين، اللي بغاهم يتواصل معايا في واتساب باش من باش من باش ما نكثرش عليكم ونخليكم تقنطوا. بالنسبه غندخلوا معاكم للمارياج المستعمل، الناس اللي كيسولوني على المارياج المستعمل، عندي خمسه ديال المارياج مستعملين دايرين 540 درهم للغرام، ركزوا معايا. لهذا بارطاجيو، تقدر تكون يعجبك شي خاتم مارياج وتكون بارطاجي معايا اللايف. دوز لينا عصير الصابون مرحبا، ما كاينش لميزات، لميزات راه كاينين اختي. دابا حنا ندوزو لميزات ديال المارياج، غنحاول نحاول نشوف شي بواط باش نبريزونتي لكم. بالنسبه للمارياج غنبدا لكم باول مارياج، المارياجات دابا اللي غندوز لكم في لميزات غيديروا 540 درهم للغرام. عندي الاول فيه 4.69، هذا المارياج الاول 540 درهم للغرام. شوف الشميشه تبارك الله، حجيرات مفينيين صحيح، 4.69 مضروبه في 540 درهم للغرام كيتقام ب 2530 درهم. الهمزه هادو مارياجات، عندي خمسه د الميزات المارياج 2530 درهم. الا بغيتي هذا راه يقدر يشري دايبي ويغسلو يديرو في فيترينا ويبيعوه ب 3500 3300، انت غتشريه بثمن الهمزه، ثمن 540 درهم للغرام، يعني ثمن دو بلاكاس، ثمن الدوبان، يتقام عليك ب 2530 درهم 10800 ريال للغرام. ها هو انا نعطيكم القياس ديالو، القياس ديالو هو 1.9، 1.9 ثمن ب 2530 درهم ثمن الهمزه. اللي بغا تقدر تلبس هذا بوحدو وتقدر تلبس اختك هذه بوحدو، يعني تستافدو بجوج خويتمات. هذا هو داز. عندي هذا عندي داير له عاوتاني شحال 530 درهم للغرام. شوف السلعه فاش كناخدوها راه كناخدوها، راه كنقولوا بطاطا راه كنحسب لكم بطاطا، يعني الثمن قل من لاكاس كاع، 530 درهم 530 درهم للغرام، 10600 درهم للغرام. واش مازال الدب كتسمعوه؟ وهاد الناس كيبيعوا الدب ب 13 14، مازال كتسمع مجاورة غزة دب ب 10600، دب ديال الدرويش 5.47، والحجيرات الرقاق مش دوك الحجيرات اللي كيوزنوا كيف كنقول لكم، حجيرات ديال الزيرو هادو اللي فينين اللي ما كيكونوش وازنين في الدب، 5.47 يعني هذا ذهب كله ذهب، 5.47 مضروبة ب 530 درهم للغرام كيتقام ب 2900 درهم، 2900 درهم 290 الأورو، 290 الأورو. هذا الميزة الثانية ديال المارياج في القياس ديالها هو 1.8، 1.8 كيف كتشوف. المارياج الثانية هو داز، المارياج الثالث كذلك فيه 5.09، شوفوا 5.09 بالضبط، يعني ما ماشي هي 5.1، كنعطيك داكشي اللي كاين، مضروبه في 530 درهم للغرام حتى هو غير 530 درهم، كيتقام ب 2700 درهم،
2700 درهم، الثمن الغرام 10600 درهم الغرام. واه مجرد غزه كتبيع لك الدب 10600 وفيه التوصيل حتى لباب الدار ومعاه الهديه 10600 درهم الغرام، كيتخام ب 2700 درهم، والموديلات جداد يعني موديلات طوندونس. اللي بغاهم وكان انتريسي يتواصل معايا في واتساب، يخلي لي سميتو وكنيتو ولادريس كامله. القياس ها هو 1.8 هذا، وبالنسبه للقياس واخا ما يجيكش راه تقدر دير دايب اللي حداك في اي مدينه يزيدك فيه. الدب جديد واصل 600 درهم الغرام ابتداء من 600 درهم في البلدي. هذا 2700 درهم ها هو داز. عندي هذا 5.53 حتى هو ب 10600 درهم الغرام. شوفوا شوفوا هذا كيدير، شوف شوف تبارك الله على ديزاين فيه كيدير، شوف شوف غير هاد السوليتير فيه كيدير فم 5.53 فيه البيض والصفر مضروبه في 530 درهم اللي هي 10600 كيتقام ب 2930 درهم. 2930 درهم. وشوفوا الخاتم تبارك الله راه يعني خاتم غزال ماشي شوف شي راه غير ما كيتبريزونطاوش في اليد اما يبان لكم واحد. 2930 درهم 2930 درهم باش يخرج كاع 2930 درهم. المقاس ديالو هو 1.8 يعني قياسة ستوندار. ذكري غورميت الخريشات غلاد الله يحفظك اختي غورميت الخريشات، نشوف الى عندي وقريبه ليا غندوزها. مرحبا. هذا اخر واحد خاتم مارياج في المستعمل اللي فيه 6.17 سوليتير مربع 6.17 مضروبه ب 530 درهم الغرام كيتقام ب 3270 درهم اللي هي 327 الاورو. شفتوهم هذا القياس ديالو، ما كنبغيش نطول عليكم باش ندوز لكم حويجات اخرين. فيه 1.9 يعني الخويت مال المارياج الخمسه اللي دوز حتى الاول اللي درت لكم 540 درهم حتى هو سيدي غير ب 530 يلاه حتى هو ما يبقاش فيه الحال حتى هو يتحسب غير ب 530. الخويت مال المارياج المستعملين هادو كلهم مستعملين كلهم ب 10600 درهم الغرام. ماشي تسمع تسمع مستعمل تسمع كراه مهراس ولا طايح له الحجره، لا نقي ها خمس هادو كلهم ب 10600 درهم الغرام. هادو غتشريهم ب 12000 وزائد الموديل، غتاخذهم دابا ب 10600 فيهم التوصيل فيهم بواطا ديالهم وفيهم التوصيل حتى لباب الدار والهديه. يعني فقط تخلص لي 10600. عصير الصابون اختي الكراماج اللي بغيتي كاين 14 16 20 30 40 50 شحال ما بغيتي. عصير الصابون باش ما بغيتي الكراماج كاين. على تبارك الله غندوز لكم الهمزه الثانيه. عندي البراسلي ديال الكلو في الهميزات براسلي ها الهميزه عاوتاني راه كندوز لكم شويه جديد وشويه قديم. البراسلي ديال الكلو اللي كيجيب الفيس وكيجيب الكلو اللي كيجيب جوج لي فيس وجوج الكلو هذا ب 10800 درهم. كتصوني عليا واني داير لايف كتانيلا لا كوموند ديالكم كيف كنقول لكم ديما، يعني اللي بغى شي حاجه ما يصونيش عليا يخلي لي ميساج في واتساب. هذا 540 درهم الغرام، هذا ب 540 درهم الغرام موديل غزال. شوف على ديزاين فيه من التحت كيدير. هذا بون اوكازيو يعني مستعمل دوزيام ب 10800 درهم الغرام ومازال ناقص له ردو جديد. القياس صغير خلاص القياس 5.5 5.5 في القياس الثمن 10600 درهم الغرام 10800 درهم الغرام اللي هي 540 درهم الغرام 54 اورو الغرام. هذا راه ما كي البنات راه فاش كتصون عليا راه كيتقطع لك اللايف ويعني ما كيبقاش كاليتي زوينه. الناس اللي كتقول لي خصني نجاوب راه خصني ندوز وكنجاوب شويه بشويه. انا اللي صونيت لينا قلت يا بوجهك حضر هادشي مشكل حتى الغلط كيوقع. مرحبا اي مره اخرى ما تصاصيش وانا داير اللايف حتى الاخر. هاد الميزه اللي قلت لكم فيها 18.46 هاد الميزه فيها 18.46 نحاول نوريها لكم مزيان. ها انتوما فيها 18.46 18.46 18.46 والثمن الغرام هو 10800 درهم الغرام اللي هي 540 درهم. خاتم الدجاجة ها هما راه دوزتهم ولكن راه يكونوا كومونداو هذا ب 84 وهذا ب 46 يعني هادو راه ديجا تكومونداو اللي سبق لهم في الاول خداهم. راه فاش بدينا اللايف راه واقيلا هما اللي بدينا بهم اللايف راه تكون شي 11 دقيقة تكومونتا. هذا قلت لكم 18.46 ثمن الهمزة ثمن البون اوكازيون دبل مستعمل زينة وخزينة مضروبة في 540 درهم الغرام كيتقام ب 9960 درهم 9960 درهم 996 ديال الاورو. هاو هميزة ب 540 درهم الغرام اللي هي 10800 درهم الغرام. استغلوا الفرصة راه هاد الأثمنة اللي كتسمعوا راه ما غتلقاوهاش مول رمضان. اللي عنده شي فليسات يجبدهم
هاي 5.5 في القياس 8 غرام 10800 كيتقام 9960 درهم ثمن الفيزا. مجموع فيه ثلاثة لي ديزاين يعني ومازال نقي ما مهرس ما والو. شنو اخر؟ عندي خاتم بلاتين ديال الدبل بيض في الدبل المستعمل، ها هو حتى هو منوريه لكم. هذا ديال الدبل بيض، عشاق الدبل بيض، ها هو خاتم ديال الدبل بيض وبشحال غير 550 درهم الغرام. سوليتير ديال الدبل بيض ولكن القياس صغير كنظن ما كبيرش، 1.8 1.8. ورينا براسليت مخرمين واخا غير يبقى شويه الوقت خصني ندوز لك. هذا ب 550 درهم الغرام اللي هي 11000 ريال الغرام، 11000 ريال الغرام. سوليتير ديال الدبل بيض، سوليتير ديال الدبل بيض، وحتى هو فيه التوصيل بالمجان والهديه معاه واخا مستعمل واخا ب 550. عرفتوا هادو راه كيتشراو بواحد الثمن خيالي. هاد لي سوليتير ديال البيض فيه 2.80، جوج لا عفوا هي هذيك 2.76، 2.76 مضروبه في 550 درهم كيتقام ب 1520 درهم، 1520 درهم. هاد السوليتير البلاتين ديال الدبل بيض ب 1520 درهم، 1520 درهم، 30400 ريال، 152 الاورو. خويا عندك ميسيكا؟ عندي البغاسلي ديال ميسيكا ولا باك ديالو. هذا هي الميزة مستعملة سوليتير ديال الدبل بيض، سوليتير ديال الدبل بيض ب 1520 درهم. البنات شويه ديال البارطاج، راه مازال لايف كاين ومازال الميزة كاين. شنو اخر؟ واش نزيد لكم نعطيكم شويه ديال لي غورميت بعدا. بالنسبه للي غورميت ديال الترواد دي راه عندي جميع الشكلات فيهم. الغورميت الاولى كدير 2150 درهم، فيها ثلاثه ديال الدويرات، 2150 درهم اللي هي 43000 ريال، 43000 ريال. هادي 43000 ريال شفتوها. وعندي هادي الثانيه، ركزوا انا غنمشي معكم للحاجه اللي دوزتها، انا غنحطها لهاد الجي. عندي هادي ب 41 وكلهم فيهم سلسله شوبار كبيره ولي بوندونتي صحاح. هادي ب 41000 ريال، 2050 درهم، 2050 درهم. شفتوا هادي؟ هاي عندي ديال الكبيره كاع اكبر وحده غورميت ديال الترواد دي. عندي هادي ب 3100 درهم، هادي ب 3100 درهم 62000 ريال، 3100 درهم 62000 ريال. اكبر غورميت ديال الترواد دي في الاوفال، واكبر غورميت ديال الترواد دي في المدور هي هادي. عاوتاني ندوز لكم دابا، هادي ب 2700 درهم. لي غورميت ديال الترواد دي بجميع المقاسات كبار صغار، اللي بغى شي وحده راه الثمن راه صالح 30 في الشهر. يا ربي نهاية رمضان، نهاية رمضان يعني مورا العيد، راه ما غتلقاش هاد الثمن اللي كتسمع. راه كل بيس غتسمع ليا زايدة 200 درهم، راه الدابرة زاد ومازال كنحسبو لك بالثمن القديم. شوف لي غوميت ديال الترواد دي اللي عجبت واللي عندو شي اونسومبل ديال الترواد دي وناقصها لا غوميت، هادي هي الفرصة فين ياخد غوميت ديالو. وعندي هادي آخر وحدة ديال القلوي ب 2600 درهم 52000 ريال، 52000 ريال كنظن 54 62 41 43. المهم الثمن الحقيقي هو الاول اللي قلت لكم. ها انتم شوفوا الغورميت اللي عجبتكم ديال الترواد دي، مرحبا. ها انتم اربعه خمسه ديال لي غورميت من اجود ما كاين، وكلهم سلسله ديال الشوبار غليظه الحمد لله، وكتسدى في القياس اللي بغيتي في هادو. غنحيدو هادي. بالنسبه للونسومبل اللي قالت لي الاخت ديال حليم السلطان، شوفوا هاد لونسومبلات راه جداد، هاد لونسومبلات راه جداد ولكن فيهم ثمن مزيان. لونسومبلات جداد بثمن مناسب. هاد لونسومبل غيتقام لك اليوم ب 5900 درهم كامل، 5900 درهم كامل. هذا 5900 درهم وممكن تاخذه بالتقسيط، يعني ماشي ممكن تاخذه زعما بغيتي غير شي بياسه وحده تاخذها.
راه ديجا هو بعدا فرقت البوندونتيف، ولكن اللي بغيت هذا كامل هكا داير 5918، بغيتي البوندونتيف بوحدها لاكوغميت بوحدها لي بوكل ولا لاباك ممكن هكا 5900 درهم، 590 اورو، 118 الف ريال، 118 الف ريال هاد لونسومبل. هذا شي كورميت رافينيتي، اختي رافينيتي عندي الكورميت رافينيتي الاولى كاع البروميان ديالها، نسالي عندي ديال هاد الموديل، الا بغيتي ديال هاد الموديل مرحبا. بالنسبه للاخت اللي قالت لي رافينيتي من قبيله وهي كتسولني عليه، عندي ديال هاد الكورميت ديال هادي، الا انت عندك شي رافينيتي اللي عجبك شي ديزاين اخر صيفط لي فواتساب ومرحبا. هذا بغيتو شي حاجه مفرقه ممكن، المهم بغيتو هكا 5900 درهم، 118 الف درهم. بالنسبه لعصير الصابون البنات اللي علاش داير له 600 درهم، راه هذا الشو راه كنت بديت اللايف وعاد جابوه ليا غير باش تعرفوا هاد الثمن كنحسب لكم الاولى راه القدام. هذا 5900، بغيتي شي بياسه في هادو فهاد تواصل معايا في واتساب. نحيدو هاد هذا لونسومبل، عندي هذا كذلك ديال ليبول، حيت دابا لونسومبل بعض المرات كيكون عندك كيجي شي واحد كيعشق شي بياسه كما كتبغيش تحرمو منها، يعني ماشي بالضروره غتبيعو له كامل، هو مسكين بغى غير واحد الحاجه كتفرق له كتعطيه غير داكشي اللي بغى. كذلك نتوما في اي حاجه بغيتوها نعطيكم اللي عجبكم. عندي هذا دليبول داير 9300 درهم، هذا دليبول 9300 درهم، فيه لاباك ديال 3، فيه البوندونتيف بحال هكا، هاي نقدوها عندي هذا ب 9300 درهم. المهم راه باين ها هو راه السلسله راه دخلات في وسط هذا، المهم راه باين الديزاين ديالهم. هذا ب 9300 درهم، 930 الاورو، 930 الاورو، دليبول ديال الذهب البيض وصفر احمر، الحويليقه تشوفوا بهذا الديزاين هكا، الكورميت بالخريشات، السلسله ديال الكورميت الصح والعمل، بوندونتيف ديال 3 والخاتم ديال 3، هانتو هذا كامل ب 9000، لا يا ربي 9000 ماشي 9000 و ماشي مشكل، قلت لكم 9300 خلوها في 9300، واخا راه نورمال. ها انتوما شوف كاتب 9500 اللي موجد، ولكن حيت خرجت من فمي 9300 غادي نبقاو على الكلمه ديالنا 9300 درهم، ماشي خساره في الحباب والمتابعين ديالنا. 9300 درهم، 930 الاورو ديال لي بول، بغيتي البوندونتي بوحدو، بغيتي لاباك بوحدو ولا لاكوغميت بوحدها ممكن. والصح هادو راه عرفتو راه كيكونوا وازنين، كيكونوا وازنين. هادو هاو عندي هذا الكلو، عندي هذا الكلو فيه لاباك هاكا، فيه البوندونتيف والسلسله ديالو، فيه لي بوكل، وفيه لا غورميت، غورميت تسدها في القياس اللي بغيتي. هذا كامل كيتقام كان ب 6500، اليوم غندير لكم 6000 درهم، اليوم غندير لكم براسي الكلاش كايناش من قياس 6000 درهم. حاولوا اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومونتير ومرحبا. بشحال كتحسب هادشي الغرام؟ الغرام كل حاجه القديمه راه كاين اللي بادي من 530 درهم حتى 550، جديد كيبدا عاوتاني من 600 درهم، وانت طالع على حساب الموديل. هذا 6000 درهم، 120 الف ريال كامل وصحيح، 6000 درهم، 120 فيه لاباك، فيه لي بوكل، فيه البوندونتي، فيه لاكوميت، بغيتو جوج بياسات من هاد لونسومبل ممكن. 6000 درهم، 120 الف ريال، 120 الف ريال، 600 ديال الاورو هاد لونسومبل كامل، 120 الف ريال. اللي ما باتلوش الصوره واضحه يتواصل معايا في واتساب ندير له فيديو ليه مزيان. هذا ها هو حيدناه. عندي اخر واحد هو ديال لامازيغ، لامازيغ كان ب 5500، غنحيدو لكم 300 درهم، غنحسبو لكم غنحسبو لكم تاز الزيت ب 5200 درهم، 104000 ريال حتى هو، 104000 ريال، فيه اللي سامبل وفيه اللي بالحجيرات، 104000 ريال. هذا تاز الزيت ب 104000 ريال، 104000 ريال، 5200 درهم. ناس سوس، ناس شلوح مرحبا، 5000
شحال كتكون 5200 درهم ياك 104000 ريال 520 الاورو 520 الاورو حتى هو الا بغيتي تاخذ غير شي بياسه منه ممكن نقدروا نعطيوك الكورميت بوحده ولا السلسله بوحده ولا البوندونتي كاع بوحده اللي عجبك نعطيولك 5200 درهم البنات ما غتعطيوني واحد الدقيقه من وقتكم اللي متعودين الناس كيف متعودين القدام معنا كنوصلوا تقريبا لواحد 70% في اللايف كلشي غيهبط لي الكومونتير وغنعرفوا دائما المدينه اللي المدينه اللي مسيطر على اللايف ديال اليوم اكبر مدينه كتشاهد اللايف ديال اليوم كلكم تهبطوا لي الكومونتير وتفرقعوا لي داك الكومونتيرات باش مورا ان شاء الله نقرا لي الكومونتير ديالكم باش ندوز لكم داكشي اللي بغيتو وعاد نساليو اللايف واش نكلو لا جديد اسمعوا اللي ما تسمعش من فمي قديم راه ماشي قديم هو ميزه هو ثمن مناسب يعني فيه تخفيض يلا كلشي كلشي جبت لكم مونتير ديما كيف متعودين ندير واحد المسابقه ديال الكومونتيرات كنعرفوا شكون المدينه اللي غالبه سواء تكون عايش في المغرب خارج المغرب في دول الخليج في الجاليه الاوروبيه او في الفلاجات الصغار يعني اي واحد بغينا يقول لنا المدينه اللي كتشاهد اللايف حاليا فين كاين غنشوفوا غنقرا شويه ديال دابا غنقرا لي كومونتير ديال المدن ومرحبا بالجميع عندي وجده عندي جديده عندي اسبانيا المحمديه اكادير اكادير حيت دائما خصنا نعرفوا المدينه اللي فائزه في كل لايف الدار البيضاء يلا زيدوا فرقعوا لي كومونتير اسال البنات حبسوا دابا كلشي عطوني غير لي كومونتير وفاء كازا ام اسراء ازرو المدينه فين كتواجد مجوهره غزه مجوهره غزه كتواجد في مدينه ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران كتبيع الذهب 18 كاره اللي كيبيعوا كاع الذهبيه في المغرب واللي مسموح لينا نبيعوا في المغرب وكنديروا التوصيل حتى لباب الدار ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه وكل ارتيكل كتاخذ معاه هديه على الثقه اللي كدير فينا لينا الدار البيضاء سلمى بلجيكا ليلى المحمديه محمد طه منتازه مرحبا تحيه للرجال اللي كيشتروا لي كادو للعيال ديالهم من عند مجاوره غزه تحيه لهم كبيره بزاف اسبانيا زاهري رشا الدار البيضاء ليلى اكادير ريم بني ملال كريمه منوره لمن فوق الدوره 6 هذا فيه 6.3 هاد 550 درهم الكرام كيتقام تقريبا 3 المليون وزان الاخت شمس من وزان الاخت من القنيطره الفقيه بن صالح ناديه يلا زيدوا قولوا لي في الكومنتار فين خريبكا مكناس بني ملال ناس مكناس الشوم غابري اليوم علينا اللي هما كيكونوا واحد هما ناس كازا دائما فائزين قنيطره بني ملال كازا راه غالباكم وفينكم المدن الاخرين فين هما المدن الاخرين ايطاليا شنو بغيت نقول لكم بالنسبه انا مازال كنصاب نقرا معكم وغندوز لكم بالنسبه لواحد المضمه عندي غزاله عاد خديتها مضمه نقرا مشله فيها 260 غرام عندي مضمه نقرا مشله دايره 10 درهم الغرام مضمه كيف كنقولوا مضمه شارفه يعني مضمه قديمه خدمه القديمه وعاد عاودت تشلات فيها 260 غرام ودايره ب 10 درهم الغرام بياسه وحده اللي كانت المضمه راه كيطيروا بهم الناس نضمة واعرة من دوك النضمات القدام أيا يعني واعرة وعاد معاودة مشلة في واحد التشليلة كتبان لك بحال ديال الدم فاس العيون سلا بداو كيبانو دابا المدن عاد شكون كتبانو الغرب زاكورا واو دابا كيعجبني نسمع شي مدن اللي ما عمرني سمعتهم يلا هادي دايره نضم ديال النقرة عند مجغورة غزة كتحسبو لكم بعشرة درهم الغرام مشلة ناضية يعني غتشري المضمة ثمن ثلاثة الكريات باش غتكريها غتشري بها مضمة وغتستافد بها انت وعائلتك هاهي مضمة غزالة بحجيرات حرين خضر هاد المضمة وحدة اللي كاينة غنحاول نعطيك على ديتاي عليها الطول ديالها بكلشي باش اللي انتريستي يدوز عندي الواتساب ويعطيني المعلومات ديالو ونصيفطها ان شاء الله حتى هي فيها التوصيل بالمجان والتوصيل ديالها هاد المضمة فيها 90 سنتيم اللي كان كيسولني على المضمة راه دخلات مضمة وحدة عاد شلات فيها 90 سنتيم 90 سنتيم فيها 260 غرام إلا ضربتيها في 10 دراهم الغرام اللي هي أورو الغرام مضمة النقرة حرة ب 10 دراهم الغرام هادشي فين كاين غير عند مجوهرة غزة كتقام ب 2600 درهم 52000 ريال 260 أورو بني ملال بني ملال شفشاون أو اليوم راه شفت الناس بني ملال راه بداو الناس بني ملال كيغلبوا عليكم اسفي
هو راه هادي هانتوما 2600 درهم 52 في هاد الضمه مش لا ناضيه يعني شدها وحزبي بيها والعراسي ان شاء الله راه مراكش. وكذلك عندي ثلاثه ديال الشوكات ديال الضمه الشوكات ديال النقره انضمات الشوكه عندي ثلاثه ديال الشوكات عندي ثلاثه ديال الشوكات عندي هذه دايره 800 درهم 16000 ريال هذه الشوكه النقره مش لا لا راه تكون نفس العرض لا كيتخدم غير سور كوموند هذه 800 درهم 16000 ريال نقره مش لا شوكه كدار شوكه وكدار بوندونتيف الا بغيتي تعلقها بوندونتيف النقره مش لا حتى هي فيها التوصيل 800 درهم طنجة 800 درهم لوخس من فيردوس هادي 800 درهم 16000 ريال عندي هادي نقرا مشلة تشليلة حرة وجاية فيها دوك الحجيرات شبه الروزة عندي هادي 850 درهم جاية بهاد الهلال تبارك الله 17000 ريال هادي ب 17000 ريال 850 درهم و 17000 ريال وعندي هادي ب 750 درهم 15000 ريال هادو الشوكات ديال النقره مشللي شفتوهم كيتراوح الثمن ما بين 750 800 850 ها سولتوني على اللي كيسولني على حويلقات البنات الصغار غير باش تعرفوا حويلقات البنات الصغار الا ما درتو لهم شي حاجه صحيحه ما ديروا لهمش الا ما درتوش حلقات البنات الصغار شي حاجه صحيحه ما ديروش حيت البنات الصغار كيتحركوا بزاف يعني الا ما كانتش حاجه صحيحه اللي تفيك سلف ودنيا ما ديريلهاش شي حاجه اللي تخسري فيها فلوسك بالنسبه للحوارق غنمشي معاكم الحوارق الكبار وعاد غنمشي معاكم الحويلقات الصغار بالنسبه للحويلقات الحويلقات ديال الدواب بالنسبه للحويلقات ديال الدواب غنعطيهم لكم بزربه وركزوا معايا عندي هادو جداد خلاص عندي هادو ديال البلوطه عندي الحويلقات هادو نعبرهم حويلقات ديال الدوام اللي كيسولني على الحويلقات ديال الدوام عندي هادو ب 2000 2300 درهم 46000 ريال هادو ب 46000 ريال حويلقات الدوام ديال ب 46000 ريال ستة وأربعين ألف ريال الحويلقات هادو 2300 درهم 46000 ريال 230 ديال الأورو هادو هاو مدازو عندي هادو ديال الكلاش عندي هادو ديال الكلاش ب 2000 درهم مدورين حلقات ديال الكلاش مدورين ب 2000 درهم 40000 ريال هادو ب 40000 ريال ديال الكلاش ولكن شوف كيجيو هكا لاصقين صحاح بلوطه والقرطاسه القرطاسه عفوا سمحوا لي شكرا اختي للتصحيح هذه قرطاسه ماشي بلوطه غير هي بهاد البليطه الخضراء كتحسن منها هادو درافينيتي المدورين 2000 درهم 40000 ريال 200 ديال الاورو عندي هادو المربعين صحاب الحجيرات عاوتاني راه كنزرب ولكن كنحاول باش ما ناخذ لكمش الوقت بزاف عندي هادو ب 1700 درهم 34000 ريال هادو ب 34000 ريال 1700 درهم هادو 1700 درهم 34000 ريال 170 ديال الاورو شفتوهم هاو يعني عندي هادو حتى هما هادو راه صحيحين ولكن كبار يعني باينين في الودن هادو الطابلو ديال الكبار 40000 ريال كذلك هادو 40000 ريال 200 ديال الاورو تقريبا هادو ما كاين غير كدا 30 40 ولكن حويلقات ديال الصح والعمل هادو كذلك عندي 2000 درهم ولا هادو غنحسبهم لكم بالجرام هادو غنبيعهم لكم ثمن البون اوكازيون ب 550 درهم يلا 750 هادو غير باش تعرفوا 750 داو ديال 750 هي مكتوبه هنا هادو ب 550 درهم الجرام هادو ب 11000 ريال الجرام 11000 ريال الجرام هادو ثمن هادو هميزه هادو الهميزه ديال الحلقات فيهم 3.1 كيتقابوا ب 1700 درهم 1700 درهم
34 افريال 170 الاورو هذا، 170 الاورو. عندي هادو القلوي، عاوتاني شحال دايرين؟ عندي هادو القلوي سامبل 2200 درهم 44. راه كبار الحلقات، راه كبار، راه كان غير نبيع لكم الصوره، حلقات راه كبار هادو 2200 درهم 44 الف ريال، هادو ب 44 الف ريال. بالنسبه للقلوي عندي جوج لي موديل، عندي بهذا السيل اللي ما كيبغيش ديك السداده الاخرى، كيبغي هاد هكا حيدو الدغيا، وعندي بهذا السداده هكا. يعني انت كيبقى انت انت المخير، يعني اختار اللي عجبك. عندي هادو ب 1900 درهم 38 الف ريال، 38 الف. الكلاش بالقياس، الكلاش كاين 5300، كاين 6300 في البغاسلي، من الحلقات هادو 2000 درهم. عندي هادو، عندي هادو ثلاثة ديال لي سيكر مدورين غزالين، هادو كيتقاموا ب 1900 درهم 38 الف ريال، هادو ب 38 الف ريال 1900 درهم. عندي هادو دلوينات، عشاق لي كولور لوينات احمر واخضر الملكي. شوف 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 القطيب تبارك الله، الحلقة كيفاش كيكون غليظ. هادو تا هما ب 2200 درهم، 2200 درهم 44 الف ريال. هادو حويلقات كاملين للدوام وصحاحين، كاملين ديال الدوام وصحاح. هو انا غنعطيكم واحد الصوره في التالي، غنعطيكم واحد الصوره مجموعه باش تشوفوهم كي داير. عندي هادو ب 31 الف ريال، ب 31 الف ريال. خواتم ميزات، راني دوزت الميزات اختي، اللايف راه كيبقى اونجيستري في لاباج فيسبوك وكنحطوه في القناه ديالنا يوتيوب. وعندي هادو اخر حلقات ديال اليوم، عندي هادو ب 1500 درهم، عندي هادو ب 30000 ريال 150 الاورو. حلقات دقريبه، حلقات دقريبه عندي، غير توصل معايا فواتساب، عندي فواحد الطابلو اخر دابا كل سيمانه كندوز لكم واحد الطابلو. شوف لي بوكل دوزت لكم هادو، دوزت لكم هادو، دوزت لكم هادو، هاد لي ديزاين. عندي هادو حسبت لكم بروموسيون ب 550 درهم ثمن المستعمل. عندي هادو، عندي هادو، عندي هادو، كاين هاد الشكل، عاوتاني هاد الشكل، وهذا وهذا، يعني حويلقات للدوام والصح والعمل. كاين الارسال خارج المغرب اختي سكينه، لا داخل المغرب، الا عندك العائله نصيفطو لك لداخل المغرب مرحبا بك، هما يشدوها لك. شنو اخر بالنسبه قلت لك عندك شي بي، عندي شي واحد، عندي واحد، عندك شي بي، عندي واحد بياسس، عندي شي بياسس خفاف ولكن ما كيصلحليش. بحال دابا نوريكم واحد جوج موديلات عندي، هادو غنوريوكم كيف كنقول لكم ديما هما قدام، ولكن الا خديتي شي كوموند تزيدها معاهم. هانتو عندي بحال دابا هادي سلسله د اليد ديالك 500 درهم دايره 10000 ريال، ولكن الا خديتي شي كوموند غنزيدو لك معاها. هادي غورميت ديال اليد فيها جوج سدادات، جوج جورات حرين، وثلاثه ديال الليبول ديال الذهب، وسلسله ديال الذهب غزال. هادي 500 درهم 10000 ريال، 10000 ريال 50 ديال الاورو، 10000 ريال. غورميطه كتجي انيقه وزوينه روميه، 500 درهم 10000 ريال، 10000 ريال غورميط ديال الدب 10000 ريال. هادو هبيزه. وعندي هادي دهالو كيتي ديال البنيسات الصغار ب 800 درهم، 800 درهم فيها سلسله ديال الحجوجي غليظه، هادي ب 800 درهم. هانتوما هادي ب 800 درهم 16000 ريال ديال هالو كيتي 800 درهم. شوف فيها ثلاثة ديال الزيادة والنقصان، هادي 800 درهم حتى هي قديمة 16000 ريال، هذا غير الخيط اللي مشدود هنا نقادو لكم 800 درهم 16000 ريال. براسلي رومي اختي، ما انا ما عرفتش براسلي رومي بحالاش، موجود الخيط غير براسلي رومي بحالاش ما عرفتش. بالنسبه للناس اللي بغات تكوموندي شي حاجه في اللايف ديال اليوم، ما عليك غير تواصل معايا في 0921240279. السلام عليكم، انا يلا جيت من الخدمه، جيت كانطير باش نلحق اللايف. اللايف تقريبا اختي قولي سالا، اللايف تقريبا
بالنسبه لك لكم لي عصير الصابون هما راه شفتوهم كانوا كان فيهم كان بزاف ديال عصير الصابون. غنحاول ندير لكم واحد الدوره خفيفه واش نلقى لكم شي بياسه اخرى مستعمله قبل ما نسالي اللايف ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي سولتني ساعه على الجوهر بليبول، دابا راه كنقول لكم التكوتات ديال اللايف، البياسه الخفيف ديال اللايف. اللي سولني على الجوهر الحر، ها هو الجوهر الحر مع 10 ديال الليبول ديال الدم كيدير 400 درهم، ها كيتزاد ويتنقص من هنا. هذا 400 درهم فيه ليبول هكا كيجيو طوال، والجوهر الحر كيدير 8000 ريال. خريشه تقول بيت الخريشه، ما عنديش اختي تقول بيت الخريشه، يعني لو كانت عندي راه كنت دوزتها. نتسنى ان شاء الله في اللايف الجاي دخلتني وندوزها اختي على راسي وعين. بالنسبه للسلسله بحال هكا ديال الجوهر، السلسله ديال اليوم اسمعوا باش نجيكم الصراحه، اليوم ما كانوش كانوا دي برومو، كنا ناقصين لكم في الاثمنه، مي المستعمل ما كانش بزاف غير باش تعرفوا هاد القضيه. حيت دابا هاد السيمانه راكم عرفتوا كان الخير الحمد لله ديال الشا، راكم عارفين فاش كتكون الشا ما كيخرجوش الناس بزاف وما كيكونش داك الاخر، يعني اكتفينا بداك الشيء اللي كاين راه ورينا لكم، وقدرنا حنا دوزنا لكم فيه التخفيض. وعندي السلسلات هادو خفاف بحال هادي الحجيره كدير 700 درهم، عندي هادي كدير 900 درهم، وفيها التوصيل بالمجان، فيهم هادو ب 900 درهم 900 درهم 900 درهم، هادي 800 درهم. البنات ما غادي نقول لكم الا اش نقول لكم الا شكرا لكم جزيلا على هاد الوقيته اللي بقيتوا معنا فيها، كنشكركم بزاف وكنقول لكم تحيه لكم. واللي بغات شي حاجه تواصل معايا في واتساب، نمد الواتساب 0621240249، ويكون شويه ديال الصبر وان شاء الله راه غنجاوبوا كلشي. ومرحبا بجميع المغاربه داخل المغرب او خارج المغرب، مرحبا بهم في المحل ديال مجوهرات غزه. التواصل لكم راه كاين لجميع المدن المغربيه، ما تضربوش حساب جلس في دارك تسوس سكرا كوموند. خويا غورميت اللي تخريشات غلاض قلت لك اختي فوفا ما عنديش، غتكون عندي مورا العيد لي موديل الجداد ديال خريشات غلاض عندي دابا، ولكن ما عنديش الغلاض. الحلقات راني دوزتهم اختي، نقرا شويه الكومنتير. شكرا لك اختي نزهه، مرحبا بك. ما كرهتش البنات تخليو لي واحد الكومنتير اللايف كيفاش داز، وواحد الكلمه في حق مجاوره غزه كيف ديما، واحد الكلمه في حق مجاوره غزه. زكريا براسلي مخرم، براسلي مخرم ما عرفتش بحالاش، غنوليك واحد براسلي مخرم عاد جبتو جديد. هانت عندي هذا البراسلي مخرم، هذا عاد جبتو فيه ديزاين من هنا، فيه جوج لي ديزاين هكا نقش مختلف ونقش هنا في الوسط عاوتاني مختلف، يعني هادي عندي جبت منه واحد. غنعطيك الثمن ديالو باش تعرفيه، باش ما تقوليش راه ما بغاش يوريني زكريا. سا اللهم يستر خويا زكريا دائما في القمه، الرقي في التجاره يا اختي. الله يكثر من تاعك، شكرا لك اختي بزاف. لاله اختك اختي نورا كتقول لي رائع، لاله اختك شكرا اختي نورا. حلقات راني حلقه دوزت اختي بثمن بكل وحده، غير اللايف راه كيبقى مونجستري. رائع رشا، يلا كلمه في حقنا كيفاش داز اللايف. هذا فيه 6 سنتيم باش الاخت ما نخسروهاش الخاطر، دايره كله هكا. شوفوا كي داير، شوفوا من الداخل كيفاش مخدوم، هذا جديد خلاص داز زوين اللايف. رادكو 11 غرام، تواصلي معايا في واتساب ومرحبا. هاد النبالة اختي كطيح ب 190 الف ريال، ولكن صحيحة فيها 6 سنتيم كتقام ب 190 الف ريال، هادي راه جديدة ماشي قديمة. خويا زكريا الله يعطيك الصحة والمزيد من التألق، لالا اختك اختي زينة شكرا لك بزاف. براسلي ترومي اللي حطيتي في لاباج راه موجودين اختي منار مرحبا. لبوندونتيف البنيتات الصغار نحطهم في الأسبوع الجاي إن شاء الله. خليت لك ميساج في واتساب بغيت الجوهر الحر بليبول، مرحبا اختي لطيفة. اختي نزهة الله يرحم ليك، الله يرحم لي رباك، شكرا ليك وشكرا لوالديك اللي رباوك باش تقول هاد الكلمة الزوينة. السي عبد الرحيم اللي هو الأب ديالي، اللي بغى شي حاجة عند الأب راه كاينة لاباج عنده غير ما كيتخلاش بزاف، راه اللي بغى شي حاجة غنخلي لكم النمرة ديال الوالد ديالي، واللي بغى شي حاجة يتواصل معاه، راه عنده تاول بلدي بكثير، غير هو صبروا عليه راه هو ما عندوش شي تجربة كبيرة في هادشي ديال لايف. هادي قلت لكم 190 الف ريال، بقيت شادة فيديو، تبارك الله عليك خويا اللي خديتك. غنودعكم البنات وغنقول لكم شكرا لكم جزيلا اللي صبرتوا معنا. ان شاء الله دابا كنظن اللايف ما غيكون دابا حتى مورا العيد، حيت ما بقى والو،
غادي الا جيت ندير لكم السبت الجايه غتجي موراها 3 ايام ديال العيد، ما غيبقى ليش الوقت فين غنصيفط الكوموند كاملين ديال الناس، كيكونوا لي كوموند ديالكم كثار، ويوميا خصني كندير 10 8 ديال لي كوموند باش حتى انا نقدر نصيفط داكشي. يعني ان شاء الله غادي هاد السيمانه هذه غادي السيمانه غادي تشوفوا تابعوا لي لاباج فيسبوك وفي الانستغرام، راه غنحط لكم هميزات في المستعمل، الهميزه اللي طاحت عندي يوميا غنحطها لكم، غير وجدوا راه السيمانه هذه قبل العيد راه كيكونوا هميزات واعره، راه بلا اللايف غنحطهم لكم تما. صافي الله يسهل عليك، حتى نهضر معك في واتساب. مرحبا بك اختي، برافو، شكرا بزاف. اللي بغى يتواصل شي حاجه 0621 24 02 42، ما نقطعش اللايف في وجهكم، كنقول لكم تصبحوا على خير وشكرا جزيلا على البارطاج ديالكم وعلى التواصل ديالكم وعلى الكومونتير الزوينه ديالكم. هذه 9500 درهم، 190 ريال، 950 الاورو.